هاي كيفكم، شو اخباركم؟ معكم ابو حميد. اليوم رجعنا لكم بفيديو جديد. بين عني خجلان ما هيك، لاني قاعد بمطعم. اليوم رح صور لكم مطعم جالكسي. عزمت من خالتي من محمد دحى، اهم شيء عزمني على الفطور. ومثل ما شايفين قدامكم هلا اليوم رح نطلب شغلات جديده، اول مره رح اجربها، نشوف الاسعار ونقيم الاكلات. فخلونا مع بعض. مثل ما شايفين هون طالبين فتوش، وهون بنفس الوقت طالبين شرحات بالليمون. شو هي ما بعرف، هلا بنجربها. وهون طالبين كبه مشويه، وهون طالبين شو هي اسمه، فرانشيسكو. هلا رح نجرب يا شباب شرحات مطفايه، زيت وثوم وحامض. مثل ما شايفين هذا هو شكله. خلونا نجرب ونقول بسم الله. مثل ما شايفين صايره كلها مثل زيت وثوم وحامض وبطاطا وهالامور هاي. نجرب البطاطا، حلاوتها عن جد الزيت والثوم والحامض، عم تاكله بكل شيء، طعمه واضحه، الفروج مانو عم يعلو، تاكله مع البطاطا بتحس طعمه الزيت والثوم والحامض، الشرحات مع زيت الثوم والحامض كثير طيبه، بس انا ما كثير بفضل هيك نوع من الاكلات، صراحه هيدي بتتقيم 7/10 بتستاهل. خلونا ننتقل للطبق اللي بعده. الطبق الثاني اللي رح نجربه هو اسمه فرانشيسكو، مثل ما شايفين قدامكم جاي رز، بنفس الوقت الفرانشيسكو، الكميه كبيره والصحن كبير، وخلونا نجرب شو هيدي الفرانشيسكو، بسم الله، هي صايره مثل شرحات فروج وخلطة صلصة الفرانشيسكو مع الرز. والله طيبة وفيها كأنه حر. هي بصراحة رهيبة، هيدي بقيمة 8/10 بتستاهل. وهلأ رح نجرب الكبة المشوية مثل ما شايفين قدامكم، نقول بسم الله. أوه هي رهيبة مثل ما شايفين، هيدي 8.5/10 بتستاهل، كتير كتير طيبة. هلا اجى الوقت لحتى نجرب الفتوش. الفتوش كتير طيب، حلاوته انه الدبس الرماني اللي فيه واضح. بعض المحلات بتروح عليها بيكون حاطين كل المكونات بس ما بتستطعم الدبس الرماني. هذا ما اسمه فتوش، صار اسمه سلطة عادية، بس هيدي بصراحة متناسقة والمكونات اللي فيها ممتازة، والدبس الرماني بتحس بطعم بتمك مع الخبز المقلي اللي هو فعلا مقلي ما بيجي عندك طري، فعن جد كتير طيبة كمان. انا ما من محبين السلطة، فبقيمة 7/10 بتستاهل. وهلا اجتني وجبتي الخاصة اللي هي شرحات بالحبة، أول مرة بجربها. مثل ما شايفين هذا هو شكلها، بطاطا مشوية بشكل غريب، أول مرة بشوفها هيك مشوية، كتير حلوة مع الأمور هيدي اللي أنا أصلاً ما باكلها، اللي هي مسلوقة، اللي هي كوسة وجزر وهالأمور. وهون مثل ما شايفين قدامكم جايين شرحات الفروج مع الصوص الخاص فيها، ما بعرف شو هو الصوص، مثل البشاميل صاير مع الحبة. خلونا نجرب ونقول بسم الله. أوه هيدي بصراحة واحدة من أطيب الشغلات اللي دقتها الموجودة هون، هيدي بقيمة 8.5 تستاهل، كتير طيبة. هلا رح جرب البطاطا المشوية. سخنة. انتوا بتعرفوني دائما عندي انا مشاكل بالبطاطا لانه دائما بتوصلني طريه، بس بصراحه هيدي البطاطا والبطاطا المشويه والشكل الغريب اللي انا عم ذوقها فيه بتستاهل. البطاطا لحالها بقيمه 9/10 لانه كثير كثير طيبه، وعلى قد ما انا سخنه ما فينا عم حطها بتمي. واخر شيء رح نجرب لليوم يلي هي السوده المطفايه بزيت وثوم وحامض. مثل ما شايفين هذا هو الصحن، خلونا نجرب ونقول بسم الله. ما بدي شقفة كبيرة، نجربها بس. اوه رهيبة جدا، بس ناقصها ملح، بس هني حاطين جنبها ملح مشان إذا لحدا بده ملح. خلينا نجربها مع ملح. 9/10 مرتاحة، ما في داعي أكمل، رهيبة رهيبة رهيبة. أنا دائما بحب الشغلات اللي مسقسقة، وهيدي فظيعة، عم تنقرش لأنه مسوية مزبوط ومحمصة، بنفس الوقت مسقسقة بالزيت والثوم والحامض، فظيعة. شو عم تلعب؟ عم تلعب ماينكرافت. هيك الحمد لله بنكون خلصنا اكل، قعدة كثير حلوة، كثير رايقة، والاكل كثير طيب. مثل ما فرجيتكم كمان في مكان للالعاب، فيكم تجيبوا اولادكم عليه وتجربوه، وتحطوا اولادكم وتنسون وتقعدوا تاكلوا بهدوء. صراحة الاكل بالمجمل قيمه 8.5/10 بالمجمل، والاسعار مثل ما شايفين قدامكم، طالعين قدامكم على الشاشة، ما فينا نحكي شيء على الاسعار، لأنه أنت قاعد بمكان مرتب، قاعدة حلوة رواء، الخدمة 10/10، فبس لهون شباب بنكون وصلنا معكم لنهاية المقطع، إن شاء الله يكون المقطع نال إعجابكم، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا فيه، إذا عجبكم المقطع
ما تنسونا باللايك والاشتراك بالقناة إذا ما مشتركين، نشروا المقطع لرفقاتكم ونشوفكم على خير. مع السلامة، باي باي. شو طالبين نحنا؟ مثل ما شايفين هون طالبين شرحات هيدي فتوش هي. انا قلت بالفيديو فرانشيسكو قلت فهيتا. احترقت. طول بالك علي ما تتلو. مرحبا. مين انت؟ قلهم باي.